من اليوم السابع ورئيس الوزراء يراجع خطة رفع الدعم عن الكهرباء قبل إعلان تفاصيلها. قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء إن تفاصيل خطة رفع الدعم عن الكهرباء ستعلن تفصيليا اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي، فيما كشفت مصادر إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ناقش بالفعل مع وزير الكهرباء أمس أحد الإجراءات النهائية لخطة الدولة لرفع الدعم عن الكهرباء استعدادا لإعلانها من قبل وزير الكهرباء خلال المؤتمر الصحفي المقرر أن يعقده اليوم. محمد شاكر وزير الكهرباء بمقر وزارته لإعلان خطة رفع الدعم، وأيضا أضافت المصادر إن رئيس الوزراء شدد على ضرورة تنفيذ ما كلفه به الرئيس السيسي الذي وجه وزارة الكهرباء باستثناء محدودي الدخل من رفع الدعم والذين لا يزيد استهلاكهم عن 200 كيلو وات شهريا. ناخد معنا على الهاتف الدكتور محمد اليماني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء. دكتور محمد صباح الخير يا فندم. أهلا أستاذة منى، صباح الخير يا فندم وتحياتي لكل المشاهدين. دائما وأبدا في صباح دريم بنحب نستقي المعلومة من المسؤولين عنها علشان نكون بنقدم المعلومة الصح بدون تهويل، وعشان نوضح ونستبين معا صحة المعلومة. دلوقتي يا فندم، رفع دعم الكهرباء هيتطبق إمتى، وإيه هي الفئات اللي هتستثنى من رفع الدعم عن فواتير الكهرباء بتاعتها؟ طيب اولا تحياتي لحضراتكم. احنا قلنا ان احنا من يوليو 2014 الحقيقه بدانا البرنامج لهيكله اسعار الكهرباء. احنا بنقول لابد ان احنا نشتغل على كافه المحاور، في اولا مشروعات بتنفذ الحمد لله ان احنا انتهينا تماما من انقطاعات الكهرباء نتيجه لتخفيف الاحمال. عندنا الان يعني قدرات كهربيه مولده تسد الاحتياج وزياده الطلب على الطاقه، ده كان وراء مشروعات بمليارات الجنيهات. عايز اقول حاجه انه دعم محدود الدخل مستمر، توجيهات السيد الرئيس أكد على كده الدكتور محمد شاكر مرارا، هيعلن عن ده في مؤتمر صحفي اليوم بالأرقام وإنه كم مليون نسمة على كل شريحة والدعم المقدم لها قد إيه وأسعارها إيه. النهارده يا فندم إحنا بنقول الكهرباء لا تملك تغيير الأسعار، ولكن هناك عدة جهات تشترك في وضع هذه الأسعار نتيجة لأبعاد مختلفة، من ضمنها جهاز تنظيم مرصد الكهرباء وبيانات من التعبئة والإحصاء والتضامن وخلافه، ثم تعرض على المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء. ثم فيعني عايزين نأكد على ده، لكن إحنا في النهاية بنقول ان هناك فجوه حقيقيه كبيره بين قيمه التكلفه وسعر البيع، وبالتالي قسم القطاع المنزلي الى 7 شرائح، الشرائح الادنى والاقل استهلاك لها النصيب الاكبر في الدعم، ثم يقل الدعم تدريجيا على عده سنوات. اتكلمنا عن ده في يوليو 2014 وقلنا كان المستهدف ان احنا يعني نقرب هذه الفجوه ويكتمل البرنامج ده في عام 2019. احنا السنه دي تعتبر السنه الثالثه للتطبيق، ان شاء الله يعني هيكون في ارقام تؤكد على استمرار الدعم لمحدود الدخل. اضرب لحضرتك مثال بالارقام، انه من اول يوليو 2014 حتى هذه اللحظه الشريحه الاولى اللي بتغطي لغايه 50 كيلو وات ساعه بتاخد الكيلو وات ساعه ب 7.5 قروش. احنا بنقول التكلفه 65، الفارق كبير بين التكلفه وبين سعر البيع، لابد الدوله انها تراعي محدود الدخل وبتتحمل الدوله هذا الفارق الكبير. الشريحه الثانيه لغايه 100 كيلو وات ساعه بسعر الكيلو وات ساعه فيها ب 14.5 قروش، الفارق برضه بتتحمله الدوله. الشريحه الثالثه لغايه 200 كيلو وات ساعه ب 16 قروش. الشريحه الثالثه كام يا فندم؟ كام؟ الشريحه الثالثه لغايه 200 كيلو وات ساعه، ودي سعر الكيلو وات ساعه فيها ب 16 قروش، ودي الشرائح اللي بتمثل اكثر المصريين، يعني يمكن بتقارب من 55 ل 60% من المستهلكين. فعشان كده بنقول لا، هو طب المهم ان احنا نعمل ايه؟ مهم انه خلال برنامج حضرتك ان احنا نقول لاهلنا ومواطنينا احنا نعيد النظر في استخداماتنا. في ناس كتير يا فندم سايبه سخان الكهرباء شغال 24 ساعه، وده غلط، لانه كل ما الميه بتبرد بالترموستات بيسخن ثاني بدون ما يستفيد من الكهرباء بيستهلك كهرباء. كتيره بتستخدم لمبات متوهجه لغايه دلوقتي ما يعرفش ان لمبات الليد لسه ما يعرفش الليد. بالظبط. طيب يقول لي سعرها غالي ومش قادر، اقول له لا، اروح شركه الكهرباء واستلم على فاتورتك لغايه 20 لمبه ليد بالتقسيط على 36 شهر. طيب الثلاث شرايح يا دكتور محمد اللي حضرتك قلتهم دول لسه مكملين في الخطه الجديده، مش هيتغيروا، اللي هو لغايه 50 كيلو وات في الساعه و100 كيلو وات في الساعه و200 كيلو وات في الساعه زي ما هم. لا يا فندم، هم زي ما هم من يوليو 2014 لغايه دلوقتي. لكن السؤال، انا ما عنديش ارقام، انا ما عنديش ارقام. السيد الوزير هيعلن ده، وكاميرا الكاميرا دريم موجوده وهتمثل كل ده صوت وصوره ان شاء الله، ونوضح. احنا موجودين هناك في انتظار المؤتمر الصحفي، وطبعا هنسجل المؤتمر. بس هو سؤالي يا فندم معلش تاني، محدودي الدخل، الدوله ازاي تحدد محدود الدخل وتستثنيه من رفع الدعم؟
عشان احنا فكره حضرتك بتقول دلوقتي ما عندناش معلومات، والحقيقه انه دائما وابدا مشكله وجود داتا بيز او قاعده بيانات دقيقه ومعمول لها ابديت هي دايما دي عندنا مشكله فيها. انا بالنسبه لي فندم، بالنسبه لي في الكهرباء الاقل استهلاك بالنسبه لي هو اللي بياخد دعم اكبر. الوسيله الوحيده لقياس او للحكم على العلاقه هو العداد، عداد الكهرباء هو الفايزر. كلما قلت استهلاكاته، مش مع مواطن عنده مروحه ولمبتين زي مواطن عنده اربع اجهزه تكييف وهكذا، فكلما دخل في شرائح اعلى واصبح من كثيف استهلاك الكهرباء، بالتالي هو ليس له احقيه في الدعم. عشان كده بنقول انه بندعو الناس انها بالفعل تعيد النظر في استهلاكها. اقول لحضرتك مثال، حتى الناس النهارده معظم الناس عندها اجهزه بتشتغل بالريموت كنترول، انا بقول له استخدمه، والترشيد لا يعني التدخل في رفاهيتك، لكن لما تيجي تنام ما تسيبش الجهاز على وضع الستاند باي واللمبه الحمراء منوره لانه بيستهلك الكهرباء. يبقى اجمع استهلاكات ولو حتى من 5-10% كل جهاز، يبقى تكييف مع تلفزيون مع يبقى انا نايم والعداد ما بينامش وشغال بيسحب كهرباء. في حاجات كثيره لابد ان احنا ناخد بالنا منها وتخلينا بالفعل ننزل، احنا اللي بنختار وفقا لاستهلاكاتنا نكون على انهي شريحه، فده مهم. حضرتك أو جاست يا فندم، وبشكرك على العبارة الواضحة والصريحة اللي بنقولها من هنا من صباح دريم لكل المواطنين. الكور أو الكورة يا جماعة في ملعب المواطن مش في ملعب وزارة الكهرباء على فكرة. والأقل استهلاكا هم الأكثر دعما، كل ما قللت استهلاكك من الكهرباء كل ما هيزيد دعمك اللي الدولة هتديهولك. يبقى الكورة في ملعبك مش في ملعب وزارة الكهرباء ولا الدولة. موضوع ان اللمبات الليد لغايه النهارده في ناس لسه ما تسمعش حاجه عنها، بتفرق جدا اللمبات الموفره. موضوع الريموت كنترول زي ما دكتور محمد بيقول دلوقتي، ما بنكلمش في انك يعني مش عايزين ننغص عليك الرفاهيه اللي انت ممكن تبقى عايش فيها، بس في حاجات صغيره ممارسات لو اتعملت انت ممكن جدا تقلل كمان من على نفسك استهلاك الكهرباء. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور محمد اليماني متحدث باسم وزاره الكهرباء. يبقى المواطن الاقل استهلاكا للكهرباء هو الأكثر دعماً من الدولة. دي خلينا كده نحطها شعار عندنا عشان نبقى عارفين، لأنه بالنسبة لوزارة الكهرباء هو ده المعيار. إزاي بحدد إذا كان ده محدود دخل أو حاجة؟ كل وزارة لما بتيجي تقدم الدعم الخاص بيها للمواطنين بيبقى ليها سيستم معين بتمشي عليه. التضامن الاجتماعي ليها سيستم معين، التموين ليه سيستم معين، التأمين الصحي ليه طريقة أو سيستم معين. وزارة الكهرباء قالت لك أنا بالنسبة لي كل ما المواطن استهلاكه كان أقل كل ما حديله دعم أكتر. يعني لوجيك، لأنه أكيد المواطن اللي عنده جهاز كهرباء واحد غير اللي عنده ثلاثة غير اللي عنده 20 جهاز كهرباء في البيت.